نبدأ مع بعض يا رجالة في دراسة الباب الرابع، الموضوع الكيمياء الكهربية. ما المقصود بالكيمياء الكهربية؟ قال لي الكيمياء الكهربية هي العلم المختص بدراسة التحول المتبادل. مع بعض كده واحدة واحدة، دراسة التحول المتبادل بين مين ومين؟ قال لي بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربية، بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربية. تمام، كلا التحولين هيتم من خلال تفاعلات أكسدة واختزال. كلا التحولين هيتم من خلال تفاعلات أكسدة واختزال. يبقى احنا في الباب الرابع هندرس موضوع الكيمياء الكهربية، العلم المختص بدراسة تحول المتبادل بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربية، زي حول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية والعكس. كلا التحولين هيتم من خلال تفاعلات أكسدة واختزال. طالما إن الباب الرابع كله شغال معايا أكسدة واختزال، يبقى يتطلب مننا إن احنا نقف وقفة كده صغيرة ونعرف إيه هي تفاعلات الأكسدة والاختزال. عملية الأكسدة عملية فقد إلكترون أو أكثر. عملية الأكسدة عملية فقد إلكترون أو أكثر. ينتج عن عملية الأكسدة حاجة من اتنين، يا إما زيادة الشحنة الموجبة أو نقص الشحنة السالبة. مع بعض تاني، يعني أكسدة؟ قال لي عن عملية فقد إلكترون أو أكتر ينتج عن هي إما زيادة الشحنة الموجبة أو نقص الشحنة السالبة. لما يكون عندنا ذرة خرسين زد إن ذرة في حالة صلبة تتأين إلى زد إن موجب 2 بفقد 2 إلكترون، يبقى هنا حصل عملية أكسدة تتحول فيها الخرسين لعدد ذرة الخرسين لعدد تأكسدها صفر إلى أيون خرسين عدد تأكسدها موجب 2، فزادت الشحنة الموجبة بفقد 2 إلكترون، يبقى هنا حصل عملية أكسدة. لما يكون عندي أيون كلوريد سالب يفقد إلكترونات يتحول إلى غاز الكلور، يتحول لغاز الكلور. هنا الشحنة سالب بقت شحنة كام؟ صفر. نقصت الشحنة السالبة بفقد إلكترونات، يبقى العملية هنا عملية أكسدة. من الأول تاني بسرعة، الكيمياء الكهربية العلم المختص بدراسة ازاي نحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية والعكس، وده من خلال تفاعلات أكسدة واختزال. يعني أكسدة؟ قال يعني عملية فقد إلكترون أو أكثر ينتج عنها زيادة الشحنة الموجبة أو نقص الشحنة السالبة. يعني اختزال، تعال نروح لعملية الاختزال. العملية الثانية هي عملية الاختزال. عملية الاختزال هي عملية اكتساب إلكترون أو أكثر. عملية اكتساب إلكترون أو أكثر ينتج عنها حاجة من اثنين، يا إما زيادة الشحنة السالبة أو نقص الشحنة الموجبة. يا إما زيادة الشحنة السالبة أو نقص الشحنة الموجبة. لو إحنا عندنا أيون نحاس ثنائي Cu موجب 2 زائد 2 إلكترون، يعني يكتسب 2 إلكترون يترسب على هيئة Cu. هنا الشحنة اتغيرت من موجب 2 إلى 0، نقصت الشحنة الموجبة باكتساب إلكترونات. يبقى الاختزال هو عملية اكتساب إلكترون أو أكثر ينتج عنه يا إما زيادة الشحنة السالبة أو نقص الشحنة الموجبة. وده توضيح لعملية الاختزال. لما يحصل أكسدة واختزال نقول إن التفاعل اللي احنا شغالين عليه هو تفاعل أو تفاعلات الأكسدة والاختزال. ما المقصود بتفاعلات الأكسدة والاختزال؟ يعني أكسدة واختزال قال لي تفاعلات تنتقل فيها الإلكترونات، هي تفاعلات تنتقل فيها الإلكترونات. منين؟ قال لي تنتقل فيها الإلكترونات من أحد المواد المتفاعلة.
تنتقل فيها الإلكترونات من أحد المواد المتفاعلة إلى مادة أخرى، والمادة الأخرى دي بتكون داخلة معها في التفاعل الكيميائي. ها تاني مع بعض، ما المقصود بالتفاعل الكيميائي؟ ما المقصود بتفاعلات الأكسدة والاختزال؟ قال تفاعلات تنتقل فيها الإلكترونات من أحد المواد المتفاعلة إلى مادة أخرى داخلة معها في التفاعل الكيميائي. يعني لما يكون عندي مادة A تتفاعل مع مادة B لتكوين المادة أو تكوين الـ A موجب واحد زائد B سالب واحد، هنا الـ A كان عنده إلكترون أو أكتر اتنقل إلى الـ B، يبقى الـ A فقد إلكترونات وفقد يعني عملية أكسدة، واللي يحصل له عملية أكسدة يقوم بدور عامل مختزل. البي استقبل الكترون، اكتسب الكترون، واكتساب الكترونات عملية اختزال، واللي يحصل له عملية اختزال هو عامل مؤكسد. يبقى نتفق ان اللي حصل له اكسدة، حصل له اختزال، عامل مؤكسد، عامل مختزل، كل ده موجود في المتفاعلات. يبقى التفاعل ده هيصنف من تفاعلات الاكسدة والاختزال. ليه؟ لأن انتقلت فيه الإلكترونات من أحد المواد المتفاعلة إلى مادة أخرى داخلة معها في التفاعل الكيميائي. يبقى ما يجيني في المسائل بعد شوية أقول لي طلع لي مين حصل له أكسدة، مين حصل له اختزال، من عامل مؤكسد، من عامل مختزل، كل ده موجود في المتفاعلات. وإحنا كنا قبل كده سمينا الكيمياء العضوية بكيمياء الكربون، والنهاردة بنسمي الكيمياء الكهربية بنسميها بكيمياء الإلكترون، لأن كلها بتتم عن طريق فقد واكتساب إلكترونات تفاعلات الأكسدة والاختزال. تعالوا ندرس تجربة عملية لمحاولة توليد تيار كهربي من خلال تفاعلات أكسدة واختزال. تجربة عملها العالم فولتا، جاب لنا ساق من الخرسين ZN وغمس هذا الساق في محلول كبريتات النحاس CuSO4، محلول كبريتات النحاس CuSO4 أقلص. تعال نشوف مع بعض واحدة واحدة ايه اللي حصل. المحلول بتاعنا كبريتات النحاس CuSO4 أقلص بيتعين الى ايونات نحاس موجبة وايونات كبريتات سالبة، ايونات نحاس موجبة وايونات كبريتات سالبة. نروح لذرة الخرسين. ذرة الخرسين اللي على الساق ZN هتنزل تتأين وتتحول إلى أيونات ZN موجب 2 في المحلول، وتسيب لنا 2 إلكترون على الساق. يبقى كل ذرة خرسين ZN صلب هتنزل تتأين، يحصل لها أكسدة بفقد الكترونات، ويبدا ساق الخرسين يدوب من خلال حدوث عمليه الاكسده. على الجانب الاخر المحلول يحتوي على ايونات CU موجب 2، المحلول بتاعنا عنده ايونات CU موجب 2، هتنجذب الى الالكترونات السالبه على الساق، ايونات النحاس CU موجب 2 اللي موجودة أقوس في المحلول، تنجذب إلى الإلكترونات السالبة اللي على الساق، تكتسب هذه الإلكترونات، يحصل لها عملية اختزال، ويبدأ يترسب النحاس الأحمر على ساق الخرسين. وشوية بشوية نلقى ساق الخرسين بدأ يتغلف بطبقة من النحاس الأحمر زي ما انت شايف كده، ويتكون على ساق الخرسين طبقة من النحاس. يبقى هنا حصل أكسدة لذرات الخرسين، حصل اختزال لأيونات النحاس. تعال نجمع تفاعلي الأكسدة والاختزال علشان نطلع التفاعل الكلي. 2 إلكترون خرج، 2 إلكترون دخل، يبقى ZN صلب زائد CU موجب 2 أقواس، هيروح يكون أيونات ZN موجب 2 في المحلول زائد النحاس CU يترسب
على الصاج. المعادلة هنا معادلة أيونية، المعادلة دي بتعبر أو هي معادلة أيونية بتعبر عن حدوث تفاعل بين ساق الخرسين ومحلول كبريتات النحاس، دي اسمها معادلة أيونية. تمام يا شباب، نعيد تاني. يبقى عند وضع ساق من الخرسين في محلول كبريتات النحاس اللي حصل، حصل أكسدة لذرات الخرسين تحولت لأيونات خرسين في المحلول وبدأ ساق الخرسين يدوب بالأكسدة بفقد إلكترونات. يسيبها لنا على الساق، أيونات النحاس أقوس اللي في المحلول تنجذب لهذه الإلكترونات تكتسبها تتحول إلى ذرات نحاس تترسب على ساق الخرسين، ويتغلف ساق الخرسين بطبقة من النحاس الأحمر زي ما احنا شايفين. عملنا جمع لتفاعلي الأكسدة والاختزال، فطلع لي زد إن زائد سي موجب 2 هيكون زد إن موجب 2 زائد سي يو يترسب. عندنا سؤال علل بعد ما شرحنا النشاط السابق، بيقول لي لا يمكن الحصول على تيار كهربي عند غمس ساق من الخرسين في محلول كبريتات النحاس. هنا غمسنا ساق من الخرسين في محلول كبريتات النحاس، حصل تفاعل أكسدة وحصل تفاعل اختزال ولكن لم يتولد تيار كهربي. علل. السبب الرئيسي والأهم هو لحدوث تفاعلي الأكسدة والاختزال، لحدوث تفاعلي الأكسدة والاختزال في إناء واحد، لحدوث تفاعلي الأكسدة والاختزال في إناء واحد. حط 100 خط تحت إناء واحد. تمام. مما أدى لترسيب ذرات النحاس على لوح الخرسين، ذرات النحاس على لوح الخرسين وعزله عن محلول كبريتات النحاس. تاني، وضعنا ساق من الخرسين في محلول كبريتات النحاس ولكن لا يمكن الحصول على تيار كهربي. السبب الرئيسي لحدوث تفاعلي الأكسدة والاختزال في إناء واحد، ده اللي خلى ذرات النحاس تترسب على لوح الخرسين ويتغلف لوح، زي ما احنا قلنا هنا يتغلف لوح الخرسين بطبقة من النحاس الأحمر وبالتالي يتم عزله عن المحلول. عندنا سؤال مهم نركز عليه، بيقول لي ماذا يحدث عند غمس الساق من الخرسين في محلول كبريتات النحاس؟ غمسنا الساق من الخرسين في محلول كبريتات النحاس يحصل 3 حاجات. أولا، الخرسين يحل محل النحاس، يحل الخرسين محل النحاس في محلول كبريتات النحاس. بعد شوية هنعرف ان الخرسين يسبق النحاس في سلسلة الجهود الكهربية، يعني انشط منه ويحل محله في محاليل املاح. الحاجة التانية يترسب النحاس على ساق الخرسين. الحاجة التالتة، كبريتات الخرسين CU SO4، محلول كبريتات الخرسين CU SO4 لونه أزرق. تمام. ولكن كبريتات الخرسين في الباب الأول قال لي جميع مركبات الخرسين بتكون عديمة اللون. يبقى الحاجة التالتة إيه اللي هيحصل؟ الحاجة التالتة هيخف لون محلول كبريتات النحاس الزرقاء، هيخف اللون الأزرق تدريجيا، يخف لون محلول كبريتات النحاس الزرقاء تدريجيا حتى يزول اللون. تمام. ماذا يحدث عند غمس ساق من الخرسين في محلول كبريتات النحاس؟ المعادلة دي معادلة كيميائية، لكن المعادلة اللي كانت في نهاية الصفحة اللي فاتت هذه المعادلة تعبر عن هذا التفاعل، ولكن دي معادلة أيونية، وهذا التفاعل بنعتبره من تفاعلات التامة طبعا لأنه مصحوب بتكوين راسب. هنا هيحل الخرسين محل النحاس، هيترسب النحاس، هيخف لون محلول كبريتات النحاس الزرقاء تدريجيا حتى يعمل ايه؟ يزول. ونخلي بالنا ان هنا لا يتولد تيار كهربي،
لحدوث تفاعلي الأكسدة والاختزال في إناء واحد، وده أدى لترسيب النحاس على الخرسين وعزله عن المحلول. جه عالم اسمه جلفاني، أول عالم عندنا في الباب الرابع لعالم جلفاني، درس النشاط السابق كويس، نشاط اللي عمله العالم فولتا، وقف على نقطة الفشل الأساسية فيه وقال أنا هعمل لكم نوع من الخلايا يحصل فيها تفاعلات أكسدة واختزال ونحصل منها على تيار كهربي، وبس بشرط تسموا الخلايا دي باسمي فسميناها الخلايا الجلفانية. ها سميناها الخلايا الايه؟ الجلفانية. ماشي يا شباب، ما المقصود بالخلايا الجلفانية؟ قلت له نوع من الخلايا الكهربية. الخلايا الجلفانية نوع من الخلايا الكهربية يمكن الحصول منها على تيار كهربي. يمكن الحصول منها على تيار كهربي من خلال تفاعلات أكسدة واختزال. من خلال تفاعلات أكسدة واختزال. تفاعلات أكسدة واختزال تلقائية. مع بعض تاني تعريف الخلايا الجلفانية، قال لي نوع من الخلايا الكهربية يمكن الحصول منها على تيار كهربي من خلال تفاعلات أكسدة واختزال تلقائية. يعني إيه تلقائية يا شباب؟ يعني أنا لا أتحكم فيها، مش أنا اللي هتحكم في مين يحصل عنده أكسدة ومين يحصل عنده اختزال. أنا لا أتحكم فيها، ولكن اللي بيتحكم فيها هو جهد العنصر زي ما هنشرح بالتفصيل بعد شوية. تعال نضع مفهوما آخر للخلايا الجلفانية. ما المقصود بالخلايا الجلفانية؟ قال لي مفهوم آخر أن الخلايا الجلفانية هي عبارة عن أنظمة يتم فيها تحويل الطاقة الكيميائية. تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. هنحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية من خلال تفاعلات أكسدة واختزال. من خلال تفاعلات أكسدة واختزال تلقائية. أجهزة أو أنظمة هيتم فيها تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية من خلال تفاعلات أكسدة واختزال تلقائية. يعني تلقائية تاني، يعني أنا لا أتحكم فيها، ولكن اللي هيحدد الأكسدة والاختزال هي جهود العناصر مش أنا اللي هحدد. نروح لمكونات الخلية الجلفانية. أول حاجة عندنا نصف خلية الأكسدة، وتاني حاجة عندنا نصف خلية الاختزال، وتالت حاجة عندنا القنطرة الملحية، ورابع حاجة عندنا سلك النحاس. تمام، نتعرف على الحاجات دي بالتفصيل وبعدين نروح ناخد مثال للخلية الجلفانية. تعال نروح لجلفاني ونسأله يعني ايه نصف الخلية الجلفانية يا عم جلفاني؟ نصف الخلية الجلفانية، نصف الخلية الجلفانية جلفاني قال لنا عبارة عن إناء، وعاء، كأس يحتوي على ساق أو لوح من أي فلز، وهذا الفلز يغمس جزء منه في محلول أيونيته. قلت له لا مش فاهم حاجة. قال لي يعني لو عايز أعمل مثلا نصف خلية الخرسين يبقى عبارة عن إيه يا عم جلفاني؟ قال لي يبقى عبارة عن ساق من الخرسين يغمس في محلول كبريتات الخرسين CuSO4. تاني مع بعض، يعني نصف الخلية الجلفانية يعني عبارة عن ساق من الفلز، لوح من الفلز يغمس جزء منه في محلول يحتوي على أيونيته.
تاني يعني نصف الخلية الجلفانية، يعني عبارة عن إناء يحتوي على ساق أو لوح من الفلز يغمس جزء منه في محلول يحتوي على أيوناته، محلول كبريتات خرسين، محلول نترات خرسين وهكذا. طب ما المقصود بنصف خلية الخرسين؟ قلت له عبارة عن إناء يحتوي على ساق من الخرسين يغمس جزء منه في محلول كبريتات الخرسين، تمام؟ طب لو عايزين نصف الخلية ده يبقى قياسي، نصف خلية الخرسين القياسي. قلت له ماله؟ هنخلي المحلول تركيزه 1 مولاري ودرجة الحرارة 25 درجة سيليزية. تاني يا شباب، يعني ايه نصف خلية الخرسين القياسي؟ يعني عبارة عن إناء يحتوي على ساق من الخرسين يغمس جزء منه في محلول كبريتات الخرسين تركيزه 1 مولاري ودرجة الحرارة 25 درجة سيليزية. ده تعريف وتكوين نصف الخلية الجلفانية، تمام يا شباب. نروح للقنطرة الملحية. القنطرة الملحية يعني ايه قنطرة ملحية؟ قال لي يعني أنبوبة زجاجية على شكل حرف يو مقلوب بهذا الشكل كده أهو، أنبوبة زجاجية على شكل حرف يو مقلوب بهذا الوضع كده أهو. قال لي أنبوبة زجاجية على شكل حرف يو مقلوب. هذه الأنبوبة تحتوي على محلول إلكتروليتي. هذه الأنبوبة تحتوي على محلول إلكتروليتي، وهذا المحلول يكون مذاب في مادة جيلاتينية علشان يبقى المحلول موجود عندي ويبقى سهل الحركة في القنطرة الملحية. وبعد شوية هنعرف إن في أيونات هتتجه هنا وفي أيونات هتتجه إلى نصفي الخلية. فالقنطرة الملحية عبارة عن أنبوبة زجاجية، عبارة عن أنبوبة زجاجية على شكل حرف يو مقلوب. أنبوبة زجاجية على شكل حرف يو مقلوب تحتوي على محلول إلكتروليتي، تحتوي على محلول إلكتروليتي، وهذا المحلول الإلكتروليتي بيكون مذاب في مادة جيلاتينية. هذا المحلول الإلكتروليتي بيكون مذاب في مادة جيلاتينية. دي أنبوبة زجاجية على شكل حرف يو مقلوب، هي القنطرة الملحية. يبقى آخر مرة يعني إيه نصف الخلية الجلفانية؟ قلت له إناء يحتوي على ساق من الفلز يغمس جزء منه في محلول أيوناته. لو عايزه يكون نصف خلية جلفانية قياسي يبقى محلول تركيز 1 مولار ودرجة حرارة 25 درجة سيليزية. يعني إيه قنطرة ملحية؟ يعني أنبوبة زجاجية على شكل حرف يو مقلوب تحتوي على محلول إلكتروليتي، هذا المحلول بيكون مذاب في مادة جيلاتينية. ناخد ملحوظة يا شباب قبل ما نسيب الجزئية دي. نصف خلية الخرسين أو نصف الخلية الجلفانية بصفة عامة، نصف الخلية الجلفانية يعني ساق الفلز يغمس في محلول أيوناته بنعتبره يعتبر بمثابة دائرة مفتوحة، بنعتبره بمثابة دائرة مفتوحة لا تسري الإلكترونات. الدائرة المفتوحة لا تسري الإلكترونات منها أو إليها. يبقى لما يجي يقول لي نصف الخلية الجلفانية المنفرد، نصف الخلية الجلفانية لوحده تمام يولد تيار كهربي، قلت له لا، بنعتبره بمثابة دائرة مفتوحة لا تسري الإلكترونات منها أو إليها. هنروح ندرس مثال مهم على الخلية الجلفانية وهو خلية دانيال. مثال مهم لخلية جلفانية، وهنعرف بعد كده بالحسابات ان EMF لخلية دانيال 1.1 فولت، 1.1 فولت. ندرس كده واحدة واحدة خلية دانيال. نبدأ من على الشمال في نصف خلية الأكسدة. احنا اتفقنا من شوية ان العالم جلفاني درس النشاط بتاع فولتا، وقف على نقطة الفشل الأساسية اللي فيه وهي حدوث تفاعلي الأكسدة والاختزال في إناء واحد، فقال أنا هعمل لكم إناءين، نصف خلية أكسدة ونصف خلية الاختزال.
يبقى أول حاجة عملها العالم جلفاني هو فصل تفاعل الأكسدة في إناء وتفاعل الاختزال في إناء آخر. تعال نروح مع بعض لنصف خلية الأكسدة. نصف خلية الأكسدة في خلية دانيال عبارة عن ساق من الخرسين يغمس جزء منه في محلول يحتوي على أيوناته. ها مين أيوناته يا شباب؟ قال اللي هيغمس في محلول كبريتات الخرسين ZnSO4 أقص. يبقى تاني نص خلية الأكسدة عبارة عن ساق من الخرسين يغمس في محلول كبريتات الخرسين ZnSO4 أقص. مركزين؟ إيه اللي هيحصل في نصف خلية الأكسدة؟ اللي هيحصل إن ذرة الخرسين ZN اللي على الصاد دي هتنزل تتأكسد وتتحول لـ ZN موجب 2 في المحلول. تمام؟ كمان مرة الـ ZN صلب اللي على الصاد هيتأكسد يتحول لـ ZN موجب 2 أقوس في المحلول بفقد 2 إلكترون. ذرة الخرسين اللي هتتأكسد هتسيب لنا 2 إلكترون على الساق، وشوية بشوية نلقى ساق الخرسين تحمل بإلكترونات سالبة، فيمثل الخرسين القطب السالب في خلية دانيال. تحدث عنده عملية الأكسدة، وفي أي خلية كهربية الأكسدة تحدث عند الأنود اللي هو المصعد. وهنا هسألك سؤال مهم وأقول لك سين علم، ليه الانود قطب سالب؟ ليه الانود قطب سالب في الخلية الجلفانية؟ ده سؤال مهم ونركز عليه يا شباب. ليه الانود قطب سالب في الخلية الجلفانية؟ قلت له علشان بيحصل عنده عملية الاكسدة وتتراكم عليه الالكترونات السالبة. اجابة السؤال عندنا في المذكرة، بتحدث عنده عملية الأكسدة، ممكن أقول تحدث له عملية أكسدة ويتراكم عليه الإلكترونات السالبة. وبما أن الخرسين هيبدأ يتأكسد ويدوب في المحلول، فشوية بعد شوية هنلاحظ نقص كتلة ساق الخرسين. نركز في اللي بيتقال يا شباب، بعد شوية هنلاحظ إن ساق الخرسين عمال يدوب ويتآكل وكتلته عمالة تقل. تمام؟ ده اللي هيحصل عند نصف خلية الأكسدة. تعال نروح عند نصف خلية الاختزال، وهي عبارة عن ساق من النحاس. ساق من النحاس يغمس جزء منه في محلول كبريتات النحاس CuSO4. مركزين يا شباب، الخرسين قطب سالب يبقى النحاس هيمثل القطب الموجب، الخرسين كان انود يبقى النحاس يمثل الكاثود. ها ماشي كده؟ ايه اللي هيحصل هنا؟ اللي هيحصل عند وضع ساق من النحاس في محلول كبريتات النحاس ولا هيحصل اي حاجه. ليه يا استاذ؟ قال لي عشان جهد النحاس قليل، جهد أكسدة النحاس قليل، فمش هيحصل أي حاجة. لما نيجي نبص على نصفي الخلية، عند نص خلية الخرسين تراقبت الإلكترونات السالبة وعملت نقطة أو منطقة جهد مرتفع، أما عند النحاس عندنا منطقة جهد منخفض، مفيش حاجة هنا بتحصل خالص. فتبدأ الإلكترونات المتراكمة على لوح الخرسين تتحرك في السلك. بص اتجاه حركة الإلكترونات، تتحرك في السلك، ولما نحط هنا جلفانومتر يعمل ايه مؤشر الجلفانومتر يا رجاله؟ ينحرف في هذا الاتجاه. ليه؟ دليل على اتجاه حركه الالكترونات من الخرسين الى ساق النحاس. بقى عندنا سلك يمر فيه تيار كهربي اهو، يعني تولد تيار كهربي. طب جميل خالص، طب الالكترونات اللي انتقلت من الانود رايحه عند الكاثود هتعمل ايه؟ قال لي محلول كبريتات النحاس ده يعني عنده في المحلول أيونات نحاس موجبة، هيطلع على ساق النحاس ياخد الإلكترونات اللي جاياله من عند الخرسين. أيونات النحاس اللي موجودة في المحلول
هتطلع تاخد الإلكترونات اللي جاية من عند الأنود ويترسب النحاس على ساق النحاس. ونبص بعد شوية نلقى النحاس هنا ترسب على ساق النحاس بهذا الشكل. يعني الكاثود اللي هو النحاس هيحصل له ايه يا شباب من حيث الكتلة؟ نخلي بالنا من الملحوظة دي، يعني ان شاء الله بعد شوية هتزداد كتلة ساق النحاس CU نتيجة لاختزال أيونات النحاس وترسبها عليه. وهنا هسألك سؤال علل مهم، سين علل، الكاثود قطب موجب. الكاثود قطب موجب في الخلية الجلفانية. ليه الكاثود قطب موجب في الخلية الجلفانية؟ قال عشان بيستقبل الإلكترونات وتحدث عنده عملية الاختزال. تاني، علل الكاثود قطب موجب في الخلية الجلفانية ليه؟ قلت له عشان بيستقبل الإلكترونات وتحدث عنده عملية الاختزال. يبقى حصل عملية أكسدة؟ قلت له حصل عملية أكسدة. حصل عملية اختزال؟ حصل عملية اختزال. تولد تيار كهربي؟ قلت له تولد تيار كهربي. بس كل ده مش هيحصل سيادتك غير لما الدايرة تتقفل. طب مين اللي هيقفل الدايرة؟ اللي هيقفل الدايرة هو القنطرة الملحية بالمحلول الإلكترونيتي اللي موجود فيها، وزي ما قلنا من شوية بيكون مذاب في مادة جيلاتينية. تمام يا رجالة؟ يبقى هنا المحلول بهذا الشكل كده أهو، هنا المحلول بهذا الشكل كده أهو. يعني إيه قنطرة ملحية؟ قلنا من شوية أنبوبة زجاجية على شكل حرف يو مقلوب، وهذه القنطرة تحتوي على محلول إلكتروليتي، والمحلول الإلكتروليتي اللي موجود عندنا هنا بيكون محلول إلكتروليتي من كبريتات الصوديوم Na2SO4 أقوس، وزي ما اتفقنا من شوية بيكون مذاب في مادة جيلاتينية. مذاب في مادة جيلاتينية. كده الدايرة اتقفلت بين القطبين بالسلك، بين المحلولين من القنطرة الملحية، وتبدأ يمر تيار كهربي ويتولد تيار كهربي في خلية دانيال اللي القوة الدفع الكهربية ليها 1.1 فولت. قبل ما نسيب الخلية الجلفانية وخلية دانيال يا جماعة نركز على حتة مهمة. نلاحظ ان المحلول هنا محلول كبريتات، والمحلول هنا محلول كبريتات، والمحلول هنا محلول كبريتات. يبقى لو هنا محلول كبريتات يبقى لازم هنا محلول كبريتات، لازم هنا محلول كبريتات. خلي بالك عشان في الاسئله هيتعامل معاك ان انت عارف ان الشق السالب في الثلاث محاليل، محلول نص خليه الاكسده ونص خليه الاختزال والقنطره الملحيه، كل الشق السالب زي بعض. طب لو هنا محلول نترات يبقى هنا نترات وهنا نترات. تمام؟ يبقى لازم الشق السالب في الثلاث محاليل يكونوا زي بعض. نروح مع بعض لسؤال مهم، ما الدور الذي تقوم به القنطرة الملحية في الخلية الجلفانية؟ القنطرة الملحية بتقوم عندنا بثلاث حاجات. أول أهمية للقنطرة الملحية زي ما عرفنا في خلية دانيال أنها تصل بين محلولي نصفي الخلية. تصل بين محلولي نصفي الخلية دون الاتصال المباشر بينهما، دون الاتصال المباشر بينهما. لو رجعنا لرسم خلية دانيال عرفنا ان القنطرة الملحية هي اللي بتصل بين محلولي نصفي الخلية، لكن المحلول ده والمحلول ده ما اتصلوش مع بعض مباشرة، ولكن اتصلوا عن طريق محلول القنطرة. تعمل ايه القنطرة الملحية تاني؟ القنطرة الملحية بتعمل على معادلة الشحنات الزائدة، معادلة الشحنات الزائدة في نصفي الخلية، معادلة الشحنات الزائدة في نصفي الخلية، ومنع تشبع، ومنع تشبع أي منهما بالأيونات، منع تشبع أي منهما بالأيونات. هنفهم النقطة رقم 2 بس نكتب الأهمية الثالثة، إن لما القنطرة بتعادل الشحنات الزائدة في نصفي الخلية ده بيساعد على استمرار وجود فرق جهد.
بيساعد على استمرار وجود فرق جهد بين نصفي الخلية. لما يكون في فرق جهد بين نصفي الخلية فيستمر مرور التيار الكهربي. مع بعض تاني، أهمية القنطرة الملحية في الخلية الجلفانية تصل بين محلولي نصفي الخلية دون الاتصال المباشر بينهما، بتعادل الشحنات الزايدة في نصفي الخلية وتمنع تشبع أي منهما بالأيونات، بتساعد على استمرار وجود فرق جهد بين نصفي الخلية فيستمر مرور التيار الكهربي. نقف مع بعض شوية في الحتة دي، وعايزين نفهم النقطة رقم 2، نقطة مهمة نخلي بالنا منها. ازاي القنطرة الملحية بتعادل الشحنات الزايدة في نصفي الخلية؟ من شوية عرفنا ان احنا عندنا هنا نصف خلية الاكسدة، ها هنا كان عندنا نصف خلية الاكسدة، وهنا كان عندنا نصف خلية الاختزال. ماشي يا شباب، دول نصفي الخلية. هنا كان عندنا محلول ZnSO4 أكوس، وهنا عندنا محلول CuSO4 أكوس. تمام كده؟ هنا Zn موجب 2 وSO4 سالب 2، Cu موجب 2 والSO4 سالب 2. هنا عدد الأيونات الموجبة في المحلول بيساوي عدد الأيونات السالب. طب لما حطينا ساق الخرسين حصل إيه؟ بدأ الخرسين يدوب ويتحول إلى أيونات خرسين موجبة في المحلول. لما بدأ الساق يدوب ويديني أيونات خرسين موجبة في المحلول، بدأت أيونات الخرسين يبقى في منها زيادة في المحلول، يبقى في نصف خلية الأكسدة هيزيد تركيز أيونات الخرسين الموجبة. طب نيجي هنا محلول كبريتات النحاس، لما حطينا ساق النحاس وما وصلنا الساقين بسلك وبدأت الإلكترونات تنتقل، أيونات النحاس اللي موجودة في المحلول بدأت تسيب المحلول وتترسب على الساق. الموجب بيقل، فمين اللي هيزيد؟ هيزيد الأيونات السالبة، هيحصل زيادة لأيونات الكبريتات السالبة. ليه؟ لأن الموجب بيقل. خلي بالكم هنا إن الكبريتات تركيزها ثابت لا يزيد ولا يقل، تمام؟ بصفة عامة هو تركيزها ثابت، ولكن الكبريتات تركيزها بيزيد لأن الموجب بيقل بالاختزال. فلو حصل تشبع في نصف خلية الأكسدة بالأيونات الموجبة، وحصل تشبع في نصف خلية الاختزال بالأيونات السالبة، هتتوقف تفاعلات الأكسدة والاختزال ويتوقف تولد تيار كهربي. وهنا يجي دور القنطرة الملحية والمحلول اللي موجود فيه، وتيجي القنطرة وتقول أنا لا أسمح بتشبع أي من نصفي الخلية بالأيونات. هتعملي إيه يا قنطرة ملحية؟ قالت نصف الخلية اللي عنده شحنات موجبة بالزيادة أنا هبعت له أيونات سالبة. فاكرين المحلول بتاع القنطرة كان إيه؟ المحلول بتاع القنطرة كان محلول كبريتات صوديوم. تبدأ أيونات الكبريتات السالبة تتحرك إلى نص خلية الأكسدة عشان تعادل الشحنات الموجبة الزايدة، وتبدأ أيونات الصوديوم الموجبة تتحرك نحو نصف خلية الاختزال علشان تعادل الشحنات الزائدة من الكبريتات السالبة. وهنا تعمل القنطرة على معادلة الشحنات الزايدة في نصفي الخلية ومنع تشبع أي منهما بالأيونات. ده سؤال مهم نخلي بالنا منه. عندنا سؤال مهم، مصر 2018، بيقول لي ماذا يحدث عند استبدال محلول كبريتات الصوديوم في القنطرة الملحية الموجودة بخلية دانيال بمحلول كلوريد البري؟ يعني احنا هنشيل كبريتات الصوديوم ونحط كلوريد البري. احنا عرفنا من شوية ان في نصف خلية الأكسدة بيبقى عندي زيادة من الأيونات الموجبة، وفي نصف خلية الاختزال بيبقى عندي زيادة من الأيونات السالبة، وعرفت ان الأيونات بتتحرك نحو النصف الخلية المخالف لشحنتها عشان تعادل الشحنات الزايدة. فهنا أيونات الكلوريد السالبة هتتجه إلى نصف خلية الخرسين عشان تعادل الشحنات الزايدة، ما عندناش مشكلة في دي خالص. ولكن المشكلة هنا بقى لما تروح أيونات الباريوم إلى نصف خلية الاختزال.
ليه مشكلة يا أستاذ؟ لأن حضرتك كشفت عن أنيون الكبريتات في الباب الثاني بمحلول كلوريد البريوم كاشف المجموعة. فأيونات البريوم الموجبة تتحد مع أيونات الكبريتات السالبة ويروح يكون محلول يكون راسب أبيض من كلوريد البريوم. تكون راسب ده معناه توقف تفاعلات الأكسدة والاختزال وتوقف تولد تيار كهربي. يبقى نرجع للسؤال تاني، لو شلت محلول كبريتات الصوديوم في القنطرة الملحية لخلية دانيال واستبدلته بمحلول كلوريد البريوم، هقول له تتحد أيونات البريوم الموجبة مع أيونات الكبريتات السالبة مكونة راسب أبيض من كبريتات البريوم، فتتوقف تفاعلات الأكسدة والاختزال ويتوقف تولد تيار كهربي. هنا ما عندناش مشكلة لأن الزد إن سي إل 2 كبريتات كلوريد الخرسين بيكون أقوس محلول. تمام يا شباب، نخلي بالنا من الحته دي. وبصفه عامه لما يضيف لي محلول معين الى المحلول اللي موجود في احد نصفي الخليه ويحصل بينهم تفاعل ويتكون راسب، على طول تتوقف تفاعلات الاكسده والاختزال ويتوقف تولد تيار كهربي. هنروح لسؤال مهم بيقول لي متى يتوقف مرور تيار كهربي في الخليه الجلفانيه؟ امتى الخليه الجلفانيه يتوقف مرور تيار كهربي فيها؟ يتوقف مرور تيار كهربي في الخلية الجلفانية لما يحصل حاجة أو اتنين أو التلات حاجات. تمام؟ أقولهم لك بالبلد كده، الأكسدة تجيب آخرها، الاختزال يجيب آخره، أو تشيل القنطرة الملحية. الأكسدة تجيب آخرها، هو مين اللي كان بيتأكسد؟ الخرسين، يبقى ذوبان كل فلز الخرسين. ذوبان كل ساق الخرسين. طب مين كان بيختزل؟ نضوب أو اختزال كل أيونات، نضوب أو اختزال كل أيونات النحاس. حاجة التالتة إنك تشيل القنطرة الملحية، رفع القنطرة الملحية، لأن رفع القنطرة الملحية معناه فتح الدائرة الكهربية. كل خلية جلفانية عندنا يا شباب بيبقى ليها رمز اصطلاحي. تعالى ندرس الرمز الاصطلاحي للخلية الجلفانية. الرمز الاصطلاحي تعريفه هو اسلوب مختصر للتعبير عن مكونات نصفي الخلية الجلفانية. والتفاعلات الحادثة فيها. نصفي الخلية الجلفانية والتفاعلات الحادثة فيها. تاني مع بعض، ما المقصود بالرمز الاصطلاحي للخلية الجلفانية؟ قال لي أسلوب مختصر للتعبير عن مكونات. أول حاجة هيدهاني الرمز الاصطلاحي هيديني مكونات نصفي الخلية الجلفانية، الأنود وأيوناته، الكاثود وأيوناته، والتفاعلات الحادثة فيها. الرمز الاصطلاحي هيعرفني مين اللي حصل له أكسدة ومين اللي حصل له اختزال. ترتيب كتابة الرمز الاصطلاحي، عندنا هنا خط، وبعد كده هنعمل خطين، وبعد كده هنعمل خط. تمام يا شباب، هنا هنكتب الأنود، مين هو الأنود، والخط بعديه أيونات الأنود. ها الخطين، بعد كده أيونات الكاثود، وبعد كده هنكتب الكاثود. تمام، واحدة واحدة كده مع بعض. الأنود شرطة، الشرطة دي بنقراها يغمس في، الأنود يغمس في أيوناته. الشرطتين دول بيرمزوا إلى سولت بريدج، القنطرة الملحية. الخط ده نراه يغمس في، يغمس فيها. نقرأ كده مع بعض، الأنود يغمس في أيوناته، أيونات الأنود، قنطرة ملحية، القنطرة توصل بين أيونات وأيونات، قنطرة توصل بين أيونات وأيونات. أيونات الكاثود يغمس فيها الكاثود، يغمس فيها الكاثود.
وهنا الانود بيتحول الى ايوناته. الانود يا شباب هو يمثل، طبعا الانود هيحصل له عمليه اكسده، تمام، فيمثل العامل المختزل. الانود هنا هيمثل العامل المختزل، تمام. ايونات الكاثود لما تتحول الى ذرات الكاثود، ايونات الكاثود هيحصل لها عمليه اختزال، وبالتالي ايونات الكاثود هتقوم بدور العامل المؤكسد. يبقى تاني ترتيب كتابه الرمز لاصطلاح الانود يغمس في ايونات الانود قنطره ملحيه، ايونات الكاثود يغمس فيها الكاثود، هذا هو اتجاه سريان التيار الكهربي اللي ما بيتغيرش، اتجاه سريان التيار الكهربي اللي ما بيتغيرش، عمره ما هيتغير ابدا من الانود الى الكاثود، هذا الاتجاه لن يتغير. طب ما تيجي نطبق ونستنتج الرمز الاصطلاحي لخلية دانيال. ها، فاكرين خلية دانيال؟ يلا، مين انود؟ مين كان انود؟ قلت له ساق الخرصين يغمس فيه. مين ايوناته؟ قلت له كبريتات الخرصين، بس احنا مش هنكتب ايونات الكبريتات، هنكتب ايونات الخرصين بس. قنطرة ملحية، مين ايونات الكاثود؟ قلت له كبريتات النحاس، بس احنا هنكتب ايونات النحاس بس، هي اللي بيحصل لها اختزال، يغمس فيها الكاثود، وهذا هو اتجاه سريان التيار الكهربي من الانود الى الكاثود، تمام. اوعى تنسى ان الاي ام اف، الاي ام اف لخلية دانيال كانت 1.1 فولت قوة الدفع الكهربية للخليط، وده كان الرمز الاصطلاحي لخليط دانيال. ولسه عندنا تمارين كتير جدا هنستنتج فيها الرموز الاصطلاحية للخلايا الجلفانية. صفحة 75 عندنا تمرين من كتاب المدرسة بيقول لي اكتب الرمز الاصطلاحي لخلية جلفانية يحدث بها التفاعل التالي: ان اي موجب 2 زائد اف اي هينتج ان اي زائد اف اي موجب 2. هنا هنمسك المعادلة ونتتبع الأكسدة والاختزال. هنا النيكل موجب 2 خرج نيكل 0، نقصت الشحنة الموجبة، ونقص الشحنة الموجبة عملية اختزال، نقص الشحنة الموجبة عملية اختزال، وعملية الاختزال بتحدث عند الكاثود. هنا أيونات النيكل مش كاثود، ولكن عملية الاختزال تحدث لأيونات النيكل عند الكاثود. خلي بالك أيونات النيكل مش هي الكاثود. الحديد اتغير عدد تأكسده من حديد من FE لFE موجب 2، زادت الشحنة الموجبة، عملية أكسدة، والأكسدة تحدث عند الأنود، تمام. بيقول لي عايزين نكتب الرمز الاصطلاحي، ايه هو الرمز الاصطلاحي لهذه الخلية الجلفانية؟ مين الأنود؟ قلت له الأنود هو الحديد، يبقى الأول هنعمل خط وبعد كده خطين وبعد كده خط. مين الانود اللي حصل له اكسده؟ قلت له الحديد يغمس في ايوناته. مين ايوناته؟ قلت له حديد ثنائي اف اي موجب 2 قنطره ملحيه. مين ايونات الكاثود؟ قلت له نيكل موجب 2، ايونات الكاثود نيكل موجب 2 هي اللي حدث لها اختزال عند الكاثود. طب مين الكاثود نفسه؟ يغمس فيها الكاثود اللي هو النيكل، وهذا هو اتجاه سريان التيار الكهربي. رجع قال لي مين الكاثود ومين الانود؟ الكاثود والانود. الكاثود والانود يا رجاله، نخلي بالنا من المعلومه دي، الكاثود والانود اقطاب صلبه. اقطاب ايه؟ صلبه. فالكاثود هو، عملنا مين هنا؟ الحديد هو الانود. يبقى الانود حديد اف اي. طب مين الكاثود؟ مش هتقوليش بقى ايونات النيكل، لا، النيكل نفسه. لما يجي يقول لي حدد اتجاه سريان التيار الكهربي، طب ما انا حددته على الرمز الاصطلاحي، لا، هكتبه له تاني، يسري اتجاه سريان التيار الكهربي، يسري التيار الكهربي من الانود، مين الانود؟ الحديد، الى الكاثود، مين الكاثود؟ النيكل. لو قال لي حدد اتجاه سريان التيار الكهربي، اكتبه له من الانود الى الكاثود.
وكده بينتهي التمرين. عندنا مفهوم جهد القطب القياسي. جهد القطب القياسي، ايه هو جهد القطب القياسي؟ قال جهد القطب القياسي هو فرق الجهد. جهد القطب القياسي ده هو فرق الجهد بين قطب الفلز. قطب الفلز يعني الفلز الصلب زي ساق الخرسين وساق النحاس ومحلول ايونيته. ومحلول ايه؟ ايونيته. لما يغمس زي ما قلنا من شويه مع الخرسين ومع النحاس، لما يغمس قطب الفلز في محلول ايوناته بيبقى في بينهم فرق جهد. فرق الجهد ده اسمه جهد القطب القياسي. لما نيجي نقيس جهد القطب القياسي للفلز، لازم يغمس الفلز في محلول يحتوي على ايونات الخرسين، يبقى في محلول يحتوي على ايونات الخرسين. النحاس يبقى يغمس في محلول يحتوي على ايونات النحاس. النيكل لو الفلز نيكل يبقى يغمس في محلول يحتوي على ايونات النيكل. ما المقصود بجهد القطب القياسي؟ اللي هو فرق الجهد بين قطب الفلز ومحلول ايوناته. نروح مع بعض ندرس قطب الهيدروجين القياسي. ستاندرد هيدروجين الكترود. ستاندرد هيدروجين الكترود، هي اسألني اس اتش اي ده رمز ايه؟ قلت له قطب الهيدروجين القياسي. ستاندرد هيدروجين الكترود يعني ايه قطب الهيدروجين القياسي؟ يعني نصف خلية الهيدروجين القياسي. عايزين ندرس مع بعض تركيب نصف خلية الهيدروجين القياسي. نعمل ايه؟ تعال نكون قطب الهيدروجين القياسي. قلت له اول حاجة عندنا اناء بهذا الشكل كده اهو، تمام، يحتوي على محلول هيديني ايونات الهيدروجين. تعرفين احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل نصف خلية الهيدروجين القياسية، نصف خلية جلفينية، يعني قطب هيدروجين يغمس فيه ايوناته. ادي الاناء وادي المحلول اللي هيدينا ايونات الهيدروجين، حمض الهيدروكلوريك، علشان يبقى قياسي يبقى تركيزه 1 مولاري ودرجة الحرارة 25 درجة سيليزية. كده احنا بقى عندنا الاناء وعندنا المحلول اللي هيدينا ايونات الهيدروجين. فاضل قطب الهيدروجين. طبعا لان الهيدروجين غاز ويتجمد عند درجة حرارة سالب 259 درجة سيليزية، فما ينفعش احصل على قطب الهيدروجين المتجمد لان انا عايز درجة الحرارة تكون 25 درجة سيليزية. فهنروح نجيب شريحة من البلاتين، شريحة او صفيحة من البلاتين. هذه الصفيحة او الشريحة مربوطة في سلك، وهذا السلك هو اللي هيروح يتوصل بنصف الخلية الاخر. هذا السلك وهذا القطب موجود جوه ناقوس زجاجي بهذا الشكل كده اهو، تمام يا شباب اهو. وعندي هنا سدادة تقفل على غاز الهيدروجين، هنشوفه فين دلوقتي. ده اسمه ناقوس زجاجي، ده اسمه ناقوس زجاجي. يبقى هنا دي عبارة عن شريحة او صفيحة من البلاتين. قد ايه يا استاذ مساحة سطحها؟ قد ايه؟ قال لي مساحتها 1 سنتيمتر مربع، بتكون مغطاة بطبقة، مغطاة بطبقة من البلاتين الاسفنج الاسود، مغطاة بطبقة من البلاتين الاسفنجي الاسود. اشمعنى المادة دي يا استاذ؟ قال لي هقول لك، في هنا فتحة جانبية في الناقوس بهذا الشكل، في فتحة جانبية اهي نخلي بالنا منها. من هنا بيتم دفع غاز الهيدروجين الجاف H2 عند 1 ضغط جوي، 1 اتموسفير بريشر. هنا هنضغط او هندفع غاز الهيدروجين، هينزل غاز الهيدروجين يتجمع على سطح صفيحة البلاتين، يتجمع على سطح صفيحة البلاتين.
وهنا صفيحة البلاتين المغطاة بالبلاتين الإسفنج الأسود هتعمل كقطب هيدروجين صلب يغمر في محلول أيوناته اللي هو حمض هيدروكلوريك اللي تركيز واحد مولاري. ويبقى احنا كده كوننا نصف خلية الهيدروجين القياسي. ما المقصود بقطب الهيدروجين القياسي؟ اسمع مني، عبارة عن صفيحة من البلاتين مساحة سطحها 1 سم مربع مغطاة بطبقة من البلاتين الإسفنج الأسود تغمر في حمض الهيدروكلوريك تركيز واحد مولاري، ويتجمع على سطحها صفيحة البلاتين يتجمع على سطحها غاز الهيدروجين عند 1 ضغط جوي. لو كان تركيز الحمض 1 مولاري وضغط غاز الهيدروجين 1 ضغط جوي، ودي بنسميها الظروف القياسية، في الحالة دي هيكون جهد الهيدروجين القياسي يساوي 0. في الحالة دي هيساوي جهد الهيدروجين القياسي هيساوي 0. يبقى عشان أخلي جهد الهيدروجين القياسي يساوي 0 لازم يكون تركيز الحمض 1 مولاري وضغط الغاز 1 ضغط جوي. كتاب المدرسة ما اهتمش بأن درجة الحرارة 25 درجة سيليزية. وهنا هيقف ويسألني سؤال، متى يتغير جهد الهيدروجين القياسي؟ متى يتغير جهد الهيدروجين القياسي عن الصفر؟ هيتغير جهد الهيدروجين القياسي عن الصفر لما يتغير حاجة من اتنين، عند تغير حاجة من اتنين، يا إما تغير تركيز حمض الهيدروكلوريك عن 1 مولاري أو تغير ضغط غاز الهيدروجين عن 1 ضغط جوي، أو تغير كلا العاملين، أو تغير كلا العاملين، الضغط يتغير والتركيز يتغير. ده سؤال مهم. تاني كمان مرة، ما المقصود بالستاندرد هيدروجين إلكترود قطب الهيدروجين القياسي؟ عبارة عن صفيحة من البلاتين مساحة سطحها 1 سم مربع مغطاة بطبقة من البلاتين الإسفنج الأسود يتجمع على سطحها غاز الهيدروجين عند 1 ضغط جوي، ده اسمه الضغط الجزء للغاز، وتغمر في حمض الهيدروكلوريك اللي تركيزه 1 مولاري. هيجي يسألني ويقول لي فيما يستخدم قطب الهيدروجين القياسي، فيما يستخدم قطب الهيدروجين القياسي، قطب الهيدروجين القياسي ده احنا بنعمل بيه ايه؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا. قطب الهيدروجين القياسي بيستخدم في قياس جهود الأقطاب المجهولة، بيستخدم في قياس جهود الأقطاب الايه؟ المجهولة. تعالى نرجع لرسم خلية دانيال واقول لك ده معناه ايه. يعني ايه قطب الهيدروجين يستخدم في قياس جهود الاقطاب المجهوله؟ يعني حضرتك مثلا احنا عندنا ساق الخرسين في محلول ايوناته، ده قطب الخرسين في محلول ايوناته نصف خليه، مجهول القطب ده مجهول، او اللي انا حطيت ايدي عليه ده مجهول، عايزين نقيس جهد نص الخليه دي نعمل ايه؟ قال لي هكون خليه جلفانيه كامله، نصها الفلز المجهول ونصها هنا يكون بالنسبه لنا معلوم هو نص خليه الهيدروجين، وهنشيل الجلفانومتر ده ونحط فولتاميتر. اقول تاني، مكان ايدي نص خلية لفلز مجهول، نوصلها بنص خلية الهيدروجين ونوصل السلك الفولتاميتر. الفولتاميتر بيقرا فرق جهد، الفولتاميتر مثلا قرا 1 فولت، قراءة الفولتاميتر هي جهد الفلز المجهول. ليه؟ لان الهيدروجين بصفر. انت عارف ان الهيدروجين بيقرا فرق جهد، طب الهيدروجين بصفر اللي انا اسف الفولتاميتر بيقرا فرق جهد، طب الهيدروجين جهده بصفر، يبقى قراءة الفولتاميتر هتدل على جهد الفلز المجهول. ودي طريقة استخدام قطب الهيدروجين القياسي في قياس جهود الأقطاب المجهولة. طيب نختم قطب الهيدروجين القياسي بالرمز الاصطلاحي. عايزين نكتب الرمز الاصطلاحي لنصف
الرمز الاصطلاحي لنصف خلية الهيدروجين بنقول له أن صفيحة البلاتين، يا نعمل شرطة يا نعمل زائد، الاتنين صح. صفيحة البلاتين يتجمع على سطحها غاز الهيدروجين، وغاز الهيدروجين كان ضغطه 1 ضغط جوي. صفيحة البلاتين اللي بيتجمع على سطحها غاز الهيدروجين تغمس فيه، الحمض اللي بيوفر لي أيونات الهيدروجين، وأيونات الهيدروجين في الحمض تركيزها تركيز الحمض 1 مولار، وده الرمز الاصطلاحي لنصف خلية الهيدروجين. خلاص نفتكر مع بعض بسرعة تاني. SHE هو قطب الهيدروجين القياسي، عبارة عن صفيحة من البلاتين مغطاة بطبقة من البلاتين الاسفنج الاسود مساحة سطحها 1 سنتيمتر مربع، يتجمع على سطحها غاز الهيدروجين عند 1 ضغط جوي، وتغمر في حمض الهيدروكلوريك اللي تركيزه 1 مولاري. جهد الهيدروجين القياسي في الظروف اللي احنا قلناها، الضغط بواحد ضغط جوي وتركيز الحمض 1 مولاري، جهده بصفر. متى يتغير جهد الهيدروجين القياسي عن الصفر؟ قلت له لو تغير تركيز الحمض عن 1 مولاري، لو تغير ضغط غاز الهيدروجين عن 1 ضغط جوي، او تغير كلا العاملين. فيما يستخدم قطب الهيدروجين القياسي؟ الا يستخدم فيه قياس جهود الاقطاب المجهوله زي ما شرحنا على خليه دانيال بالتفصيل. الرمز الاصطلاحي لنصف خلية الهيدروجين القياسي، قلت له صفيحة البلاتين اكتب هنا شرط او زائد، يتجمع على سطحها غاز الهيدروجين عند 1 ضغط جوي، وتغمر في حمض الهيدروكلوريك اللي هيوفر لأيونات الهيدروجين وتركيز 1 مولار. نروح مع بعض الرجالة في صفحة 77 نحل شوية اسئلة مع بعض. يقول اختار الاجابة الصحيحة، في الخلية الجلفانية يمكن الحصول على تيار كهربي نتيجة حدوث تفاعل نقط. قلت له طبعا إجابة هتبقى جيم، تفاعل أكسدة واختزال تلقائي. يتم قياس جهود الأقطاب باستخدام، طبعا احنا بنقيس جهود الأقطاب المجهولة باستخدام قطب الهيدروجين القياسي، تبقى الإجابة ب. في الخلية الجلفانية يتم تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة، طبعا إلى طاقة كهربية، الإجابة د. تقوم القنطرة الملحية في خلية دانيال بي، هل التوصيل بين محلولي نصفي الخلية؟ تعادل الأيونات الموجبة والسالبة الزايدة؟ تكوين فرق جهود بين نصفي الخلية؟ أيوه، يبقى الإجابة د جميع ما سبق. في الخلية الجلفانية يكون الكاثود قطب، طبعا الكاثود قطب موجب، يبقى الإجابة يا ب يا ج. الكاثود تحدث عنده عملية الاختزال، يبقى تكون الإجابة ب، الكاثود قطب موجب تحدث عنده عملية الاختزال. في الخلية الجلفانية يكون الأنود هو القطب، طبعا الأنود قطب سالب، يتكون الإجابة ألف يتكون الإجابة دال. الأنود تحدث عنده عملية الأكسدة فتكون الإجابة ألف. 7 القوة الدفع الكهربية لخلية دانيال، طبعا كررناها أكتر من مرة، 1.1 فولت، إجابة ب. جهد قطب الهيدروجين القياسي يساوي، طبعا جهد قطب الهيدروجين القياسي يساوي الصفر. الرمز الاصطلاحي للخلية الجلفانية التي يمثلها التفاعل التالي، لما أدرس هذه المعادلة من حيث الأكسدة والاختزال أستنتج الرمز الاصطلاحي. لو أنا عارف أن القنطرة الملحية توصل بين أيونات الأنود وأيونات الكاثود، خلي بالك من دي، خلاص مباشرة هتكون الإجابة بي، لأن القنطرة الملحية بتوصل بين أيونات وأيونات، ما بتوصلش بين قطب وقطب أو بين قطب وأيونات. رقم 10 الشكل المقابل يعبر عن خلية جلفانية، هنا عندكم رسمة خلية جلفانية، ارجع لها من الكتاب، بيقول لي تحدث عملية ايه لقطب الخرسين. طبعا انت عندك الخلية الجلفانية في هنا قطب خرسين، في هنا قطب نحاس، الخرسين جنب النحاس، يبقى الخرسين يحصل له عملية اكسدة، والاكسدة بتؤدي الى التآكل ونقص الكتلة، فتكون الاجابة د. على نفس الشكل يعبر الشكل البياني نقط، أنهي شكل من الأشكال البيانية دي يعبر عن العلاقة بين تركيز أيون النترات؟ تركيز أيون النترات في نصف خلية الاختزال يا جدعان، تركيز أيون النترات هنا في نصف خلية الاختزال بيكون ثابت، مفيش حد بينتج نترات أو بيستهلك نترات، الأيون السالب بيبقى تركيزه ثابت. كتلة قطب النحاس، النحاس ده اللي هو بيمثل عندنا الكاثود، وكتلة الكاثود بتزيد، كتلة الكاثود بيحصل لها زيادة، يبقى الشكل البياني المعبر هنا هو الشكل ب،
كتلة النحاس بتزيد، أما تركيز أيون النترات بيكون ثابت. ما زلنا مع نفس السؤال رقم 10، بيقول لي يعبر الشكل البياني نقط عن علاقة بين تركيز أيونات الخرسين. طبعا ساق الخرسين اللي هو الأنود بيدوب وفي المحلول، وبالتالي تركيز أيونات الخرسين هيحصل لها زيادة، كتلة قطب النحاس بيحصل له زيادة نتيجة حدوث عملية الاختزال، زيادة وزيادة، فتكون العلاقة بينهما جيم علاقة طردية. في التفاعل MG زائد Cl2 يديني MG Cl2، هنا المغنيسيوم دخل بعدد تأكسد صفر والكلور دخل بعدد تأكسد صفر، الكلور خرج بسالب 1 في 2 بسالب 2، يبقى المغنيسيوم بموجب 2. نصف الأكسدة، الأكسدة الصحيح هو اللي حصل له أكسدة هو المغنيسيوم لما اتغير من صفر الموجب 2، فتكون طبعا الإجابة جيم لما الـ MG يتحول لـ MG موجب 2 بفقد 2 إلكترون، لكن ما ينفعش الإجابة تكون الأولى لأن هنا الـ MG بيكتسب، لا الـ MG ما بيكتسبش، الـ MG بيفقد يتحول لأيون موجب نتيجة حدوث عملية الأكسدة. يقصد بالاختصار ستاندرد هيدروجين الكترود، طبعا ده رمز قطب الهيدروجين القياسي. جهد القطب القياسي هو مقياس ليه؟ جهد القطب القياسي هو مقياس لفرق الجهد التأين بين القطب الصلب وأيونات المعدن، المعدن هنا اللي هو الفلز، فتكون الإجابة ج. القطب الذي تحدث عنده عملية الاختزال في الخلية الجلفانية، الاختزال يحدث عند الكسر. القطب الذي تحدث عنده عملية الأكسدة في الخلية الجلفانية، الأكسدة تحدث عند الأنود، ونتفق كده ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.